مشاهدينا أهلا بكم في تغطية اقتصادية جديدة حول أسعار الذهب والعملات الأجنبية، تابعونا. ونبدأ بأسعار الذهب، حيث ارتفعت الأسعار في مستهل تعاملات اليوم، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 907 جنيهات، فيما سجل عيار 21 والأوسع انتشارا 794 جنيه. وسجل سعر الجنيه الذهب 6352 جنيه، فيما سجل سعر كيلو الذهب من عيار 24 حوالي 907.429 ألف جنيه. ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و75 جنيه باختلاف نوع عيار الذهب. وإلى أسعار العملات، حيث أعلن البنك المركزي سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وبلغ 15.64 للشراء و 15.76 للبيع، بينما بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه 18.55 للشراء و 18.70 للبيع، فيما سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني 21.78 للشراء و 21.96 للبيع. وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 4.17 للشراء و 4.20 للبيع. مشاهدينا، إلى هنا انتهت تغطيتنا الاقتصادية، إلى أن نلقاكم في تغطية جديدة على موقع صدى البلد.